فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول: فتاة تريد المجيء إلى السعودية مع أمها لكي تتزوج هنا، وأبوها لا يستطيع أن يسافر معها لعدم قدرته المادية، فهل لها أن تسافر مع أمها لوحدهما؟ لا، لازم من محرم، لازم من محرم يأتي معهما، ولا يأتيان بدون محرم. هذا ما جاز إلا في الهجرة، إذا توقفت الهجرة على سفر المرأة وحدها فارة بدينها يجوز لها هذا في الهجرة خاصة، ما في غيرها من الأسفار لا. نعم.